والله يسعد لي كل أوقاتكم ومساكم وصباحكم أحلى صبايا من وين ما كنتوا عم بتتابعوني وبأي وقت عم بتتابعوني فيه. ومثل ما كنتم شايفين هلأ طريق الشام بعد الأفطار مساء، شي أجواء بتطير العقل بصراحة. رايحين على المطار بإذن الله تعالى نستقبل ماما بعد غياب كذا شهر بعد وفاة بابا الله يرحمه. فقلت لها جهزي حالك بدي صورك، فقالت لي والله بستحي امي انا على الكرسي قاعده. فهي ماما مسكينه مضغوطه عندها العصب، يعني عندها مهروس النخاع الشوكي، ف يعني بيصير لها عمليه بس يعني ما بتنجح كتير، ففضلنا انه ما نعمل لها العمليه. مسكينه يعني بتمشي خطوتين ثلاثه لازم تقعد كتير، يعني وضعها سيء. ف بتمنى تدعو له بالشفاء العاجل يا رب العالمين، والله يقويها ومد بعمرها. المهم فقلت لها لا ما فيها شيء ماما، يعني عادي. هي قالت لي والله ما فيها شيء، بس يعني انه ما يفكروني انه مقعده او شيء. قلت لها يعني ما حدا حيفكر عادي، دخيلك الله يعافي كل موجوع كل مريض وكل مقعد يا رب العالمين. فهلا ان شاء الله هيك رايحين نشوفها بعد هالغياب، اشتقت لها كثير وبتمنى تضلوا معي تابعوا للاخير. هي اجواء عنا بالشارع المساء، ارفع اصبعتك ما بتشوفيها. هي هلا هون وصلنا على المطار الحمد لله رب العالمين. في مسافة بين الشام والمطار على فكرة، يعني تقريبا توقيت شي نص ساعة. هلا يعني احترازا عملت حركة استباقية انا وجبت معي سحوري انا وجوزي ولادي. يعني جبنا منقيش وشوية معجنات قلنا لحالنا بركة تأخرت، يعني ما بنعرف لانه كيف الترتيب وشو بيصير يعني، فمشان ما نصفى بلا سحور. وفعلا يعني ما وصلت ماما لأنت ايه، فجبت معنا زعتر والله شو طيب الاكل. حسيت حالي عم بعمل سيران بصراحة. نحن قاعدين هون بالسيارة عم نستناها، جايبين معنا ترمسة شاي وكاسة هالشاي والمنقوشة، يا سلام والله اشتهيت كل محب. روى أولادي حسوا حالهم رايحين سيران ليلي. هلأ بس ماما أكيد بتكون تسحرت بالطيارة، يعني أكيد ما رح يتركونه بلا وجبة أكل. أشعر بتوتر، ما بعرف ليش من الصبح متوترة أنا، برد هون كتير كتير برد. هلأ ماما وصلت الحمد لله، وصلت الطيارة، فهلأ نازلين لحتى نشوفها إن شاء الله تعالى. ما بعرف متوترة حاسة حالي. ورشيكم مسكينة، هي متوترة ونحن متوترين ومرت أخي وأخي يا حرام شو زعلاني. الحمد لله على كل حال، هذا حال الدنيا، استقبلها وودع الحمد لله. الله يديم الصحة والعافية علينا يا رب العالمين. يلا لا تروحوا لبعيد، خليكم معنا بس لحتى تنزل من الطيارة ونستقبلها. كلي شوق إليها. برد 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 برد. سلامتك ماما، الله يسلمك بعيد الشر عن قلبك. كتير عبير زعلانة وحسام حاكوني كتير، يعني يا حرام مستفقدين لك. بدنا دعوة لمشاهديني، امي بيحبوك كتير مشاهديني صراحة. ان شاء الله الله يوفقهم يا رب ويجبر بخاطرهم هيك بجاشهم، خلي لي اياهم يسعون اللي ببالهم يا رب. امين يا رب، خلي لي اياهم يخلي لك اياهم ويخليك لهم ان شاء الله. ان شاء الله يا رب الله يكرمنا يا رب بكرم حبيبه قلبي. حمد على سلامتك يا ماما، الله يسلم عمرك يا رب، خلينا اياك يا رب كلياتكم الله يجبرك. يلا سلام، الله يسلمك، باي.